الصرف الصحي. وكذلك الصرف الصحي حقيقة مش ماشي على طول. ما هو ده النقطة اللي أنا بتكلم فيها، إن أنا بعد كده بعد توليد الطاقة الكهربائية عندي الجهاز اللي يخزن فيه الطاقة، بيبدأ يضخ هواء زائد تزايد العجلة بتاعته. باخد أنا التزايد، باخد أنا ضخ الهواء ده وأعكسه ليه تاني بحيث هتبقى دايرة مستمرة والتزايد عندي موجود. ده انجاز علمي. ده يعني الدكتور زويل ده بيتكلم. الفكره الصحيه بس دي انقاذ، موجود انقاذ ساعه او ساعتين كتير. بس انا قصاد انفجار دائم للسفينه. مش ساعه او ساعتين، ده انفجار دائم. سيستم امني يتعدى سيستم امني الحفاظ على الراس 99%. بس مو غير مكلف و بس هو فكره بس انا بستخدم جزء من السفينه، جدار من السفينه بستخدمه كمواسير ضغط الماده.